بنات هذه الخلطة وأنا معتمدتها صار لي الحين فوق الشهر تقريبا. أنا كنت أستخدمها بس بعدين أنا خلاص كنت يعني صارت عندي أنا مجموعة خاصة فيني اللي هي مالت بيت الصابون، فخليت هذه الخلطة حق اليهال. تذكرون أول ما استخدمته وجربته هذا كنت طالبة صغير كنت بجربه، بعدين طلبت العود. العود يلا هذا اللي بقي من الحين. زين ذكرتوني عشان أطلب لي بعد حق اليهال، وهذا هم خلص كها يدوب. هو حق الشعر ريحته باودر بودر ينن 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 مال يهال بيبي بيبي شي ريحة بيبي. أوكي أحط من هذا وأخلط مثل كم مرة تشوفون. الترطيب شيء مو طبيعي، واقروا شوفوا مكوناته، زيت زيتون وشمع العسل، يعني كلها كلها اشياء طبيعيه، فريحته حتى تحسين ريحته ان كنا شيء طبيعي، عرفتوا؟ عشان كذي ان ريحته عاديه ما شلون، فانا احب اخلط مع هذا، فلان ريحته عاديه احب اخلط مع هذا منه يعطي ريحه وتفوح بالجسم طبعا بيخلص ماكو شيء. اوكي ومنه ترطيبه دمار 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 دمار. كم مره احنا صورت لكم لانه فعلا خيالي خيالي حق الترطيب. تبين حق الايد حق الجسم، عندك خشم كذي فلونزا مشق حطي عليه، حق الاذون امس ميرالو كذي اذونها مشقه شوي من التركيه حطيت لها، عيالكم حق اجسامهم حق ويوههم حق وانتم كراميل الريول، خيال وايد حلو وايد مو شويه. فهذه هي الخلطه يعني حق اللي ما عرفت او حق الفولورز اللي يدد